صرح قبل أيام الرئيس الجزائري بكلمة إله للجيش الجزائري، وقال إنه إحنا مستعدين نسر الجيش الجزائري لفلسطين، ولولا إنه الحدود مغلقة ولكان أرسلت الجيش. وفي تصريحه قال إنه لو المعبر مع مصر انفتح كان أنا مستعد أرسل الجيش يبني 3 مستشفيات في 20 يوم. يعني إرسال الجيش مش للتحرير ولا لنصرة أهل فلسطين، ولكن كان الجيش حتى يبني مستشفيات. أي هو دور الجيش؟ هو بناء مستشفيات. إحنا بدنا جيش يحررنا، إحنا بدنا جيش يجي ينصرنا ويحرر مسجد الأقصى، مسرى النبي صلى الله عليه وسلم. ومش صدفة تصريح هذا الرئيس إنه يأتي في الوقت اللي بده يخوض في ولاية تانية بالانتخابات. يعني القضية التصريحات هي قضية دعائية للانتخابات، لأنه بدرك أنه أهل الجزائر بحبوا فلسطين وبحبوا مصر النبي صلى الله عليه وسلم، فما لازم ننخدع، لأنه الحرب عنا إلها 10 أشهر وما حدا من الحكام حرك ساكن. بس في الوقت هذا أراد أنه ياخد قضية فلسطين ودم أهل فلسطين ودمنا، ياخده مادة انتخابية. فلازم تنتبهوا يا أهلنا بالجزائر.